حالكم أول كيف أصبحتم أتمنى أن تكونوا دوما بخير إن شاء الله تعالى اليوم أحبتي سوف نتعرف على ثاني ما تخفيه لنا هذه الوحدة وحدة مدرستي في مادتنا مادة اللغة العربية تعرفنا البارحة عن حرف وكان هو أحسنتم ب هذا حرفنا آخر الكلمة وهذا حرفنا بداية ووسط الكلمة وتعلمنا سوية عن مقاطع حرفنا مقاطع، حرفنا اليوم سوف نتعرف على حرف جديد من قصتنا، من قصتنا، دقت الساعة السادسة، استيقظت سمر من نومها، رتبت سمر سريرها، ثم تناولت العسل فهي تحبه كثيرا، دقت الساعة السادسة، استيقظت سمر من نومها رتبت سمر سريرها ثم تناولت العسل فهي تحبه كثيرا من بطلت قصتنا يا اول احسنتم بطلت قصتنا سمر في اي ساعه استيقظت سمر الساعه السادسه الساعه السادسه استيقظت سمر ماذا فعلت سمر عندما استيقظت رتبت سريرها رتبت سمر سريرها، وماذا تناولت بعدها؟ تناولت العسل فهي تحبه كثيراً، من قصتنا يا أول، استمعوا إلى كلماتنا: ساعة ساعة سادسة سادسة، استيقظت استيقظت، سمر سمر سريرها، سريرها. العسل، العسل. ما هو حرفنا من هذه القصة يا ترى؟ نعم صوت الحرف المتكرر معنا. س... س... تعالوا نرى حرفنا من قصتنا. عندي يا أول ساعة، ساعة. ساعه عندي ايضا السادسه السادسه لاحظوا وايضا هنا مرتان في كلمه سادسه وعندي ايضا في كلمه استيقظت استيقظت وسط الكلمه وعندي ايضا في اسم سمر سمر أحسنتم بداية الكلمة. من نومها رتبت سمر. سريرها سريرها ثم تناولت العسل، عسل وسط الكلمة اذا هذا هو حرفنا لاحظوا حرفنا لكن لو اتى في اخر الكلمه كيف يكون شكله لاحظوا هذه الكلمه فرس س. ها هو حرفنا اخر الكلمه وفي قصتنا اتى بدايه الكلمه في اسم سمر سمر ها هو حرفنا بدايه الكلمه وها هو حرفنا اخر الكلمه إذن يا أول حرف له شكلان حرفنا له شكلان شكل بداية ووسط الكلمة وشكل في آخر الكلمة شكله بداية ووسط الكلمة شكله آخر الكلمة لاحظوا في كلمة السادسة أتى كما شكله في بداية الكلمة سرير سمر وأيضا في كلمة عسل، لاحظوا فهو يبقى كما في هذا الشكل يمد يده، وفي آخر الكلمة في كلمة فرس أتى يرفع يده لأنه لا يوجد حرف بعده يمسك به، لتكتمل هذه الكلمة فقد انتهت بحرف السين، تعالوا الآن لنتعرف على مقاطع حرفنا ونرددها، وإذا أردتم اكتبوها على دفاتركم يا أول، هيا معي. لنقرأ مقاطع حرفنا بالمد الطويل ما هي حروف المد الطويل؟ نعم آ و إي هيا معي والآن يا أول هذه مدودنا الطويلة المدود الطويلة آ آ آ آ أو إي, إي. تعالوا الان نربطها بحروفنا بحرفنا حرف السين س, س. هيا معي الان س, ا س, ا احسنتم سا 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 وايضا سا سا اذا سا 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 عندي الآن أو س أو س أو تعطينا سو أحسنتم تصبح سو تصبح سو هيا نكتبها سو إذا س آ سا س سا, سا.

سي إذا عندنا سا سا سو سي, سي سا سا سو سي سي. هذه أول كانت مقاطع حرفنا، وحرفنا الذي يمد يده هكذا بداية ووسط الكلمة، وهكذا يكون شكله آخر الكلمة. هذا في بداية الكلمة ككلمة سامر هذا بداية الكلمة أو سمر وعندي كلمة سوس بداية الكلمة ونهاية الكلمة أيضا لاحظوا هذا يا أول كان حرفنا حرفنا حرف س س سين سين سا سا سو سي سي إلى اللقاء يا أول وجهزوا كلماتكم في الكتاب للتقطيع في الحصة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء